ميراد ألفاني هي مقاتلة أحادية الجناح متعددة المهام من سلاح الجو الفرنسي. هو أول مقاتل من الجيل الرابع، وهي الطائرة الوحيدة ذات الأجنحة دلتا التي ليس لها أجنحة أمامية في مقاتلة الجيل الرابع. شارك في العديد من العمليات العسكرية الرئيسية للناتو من الثمانينيات حتى الوقت الحاضر. في مايو 1965، بعد أن علقت حكومة العمل في المملكة المتحدة برنامج TSO-2، الإعلان عن التعاون مع فرنسا، تطوير طائرة تكتيكية متغيرة الاكتساح بشكل مشترك لتحل محل TSO-2. لذا فإن فرنسا تعتمد على فانتوم F1. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتطوير فانتوم بي بجناح مكسور. المملكة المتحدة تدعو لشن هجوم بري، فرنسا تطالب بوابل قتالية جوية، لذلك تم حل AFD بعد فترة وجيزة. على الرغم من أن الجانبين لديهما أهداف مختلفة، لكن تطوير طائرات تكتيكية أكثر تقدماً لم يتوقف. شركة داسول الفرنسية تحول فانتوم دي إلى فانتوم دي 8 ذات المحركين. في وقت لاحق، تطورت إلى فانتوم دي 8 إيه بجناح ثابت 3 أضعاف سرعة الصوت وسقف يبلغ 30,000 متر. في هذا الوقت، أعادت فرنسا تسمية الخطة إلى إسياف. ولكن نظراً لأن الخطة طموحة للغاية، فإن سعر الوحدة يزيد عن ضعف سعر مروب F1، كما أن آفاق التصدير ضئيلة للغاية أيضاً. لذلك توقف برنامج ACF. بدلاً من ذلك، يطلب سلاح الجو الفرنسي مقاتلة ميراج جديدة وأخف وزناً. وهكذا ولدت مقاتلة فانتوم جديدة، تم تحسينه من مقاتلة ميروج 3 للاستفادة من جناح دلتا ميروج 3 بسحب أسرع من الصوت. هيكل خفيف الوزن، صلابة جيدة، عصف منخفض بزاوية هجوم عالية. مزايا الحمل على الجناح المنخفض والمساحة الداخلية الكبيرة والتخزين العالي للوقود. تتمثل تدابير التحسين الرئيسية في اعتماد تقنيات متقدمة مثل التحكم في الطيران بالسلك لتخفيف الاستقرار الثابت والمواد المركبة للتعويض عن قيود التصميم. توجد حافة صغيرة بجوار مدخل الهواء بالقرب من الحافة الأمامية للجناح، وللحافة زاوية ثنائية السطح واضحة. في 10 مارس 1978، قامت فانتوم 2000 الجديدة بأول رحلة لها. تم استيراد نظام التحكم في الطيران الخاص بطائرة ميراج 2000 إلى نظام طاقة التحكم العددي. تحسنوا بشكل كبير من استقرار التحكم في الطيران لجناح دلتا. في معرض فينبورغ الجوي صيف عام 1978، طار النموذج الأولي من طراز ميراج 2000 بزاوية هجوم 26 درجة وسرعة 204 كيلومترات في الساعة. اكسر الأسطورة القائلة بأن مقاتلات دلتا الجناحين ليست مناسبة للطيران بسرعة منخفضة في الماضي. رائعة في العرض في ذلك الوقت. ومع ذلك، لم تكن فانتوم 2000 قد اكتملت الاختبارات في ذلك الوقت، وحتى الرادار لم يهبط بسبب التأخير في التطوير. الاختبارات الفعلية والنماذج الأخرى ستضاف لاحقاً. تم شحن النموذج الأولي 2 في 18 سبتمبر 1978. تم الانتهاء من النموذج الأولي 3 في 26 سبتمبر 1979. أول طراز بمقعدين، ميراج 2000 بي، كان النموذج الأولي رقم 4. تم بناؤه في 10 نوفمبر 1980. بدأ الإنتاج الضخم في نوفمبر 1982. دخلت ميروج 2000 مئويتنا الخدمة في عام 1983. في الواقع، بالإضافة إلى النماذج المذكورة أعلى، في عام 1979، كلف سلاح الجو الفرنسي شركة داسول بتطوير مقاتلة فانتوم ذات مقعدين مخصصة لمهام الضربات النووية على ارتفاعات منخفضة، والتي تحمل الاسم الرمزي فانتوم 2000. قامت ميروج 2000 بإزالة رادار التحكم في الحرائق المحمول جوا واستبدله برادار انتلوب في المزود بوضع تتبع التضاريس. باعتباره جوهر نظام التحكم في الحرائق الأرضية، تم تعزيز الهيكل للتكيف مع مهمة الاختراق الأسرع من الصوت على ارتفاعات منخفضة. المقعد الخلفي هو سلاح محترف يستخدم صواريخ SMB. على الرغم من تعديل فانتوم 2000 إلى مخ 1.5،
لكن لديها ما يكفي لتنفيذ مهام الضربات النووية في جميع الأحوال الجوية على ارتفاعات منخفضة للغاية داخل دائرة الدفاع الجوي للعدو. 3 فبراير 1983 طار النموذج الأولي فانتم 2000 لأول مرة، وبدأ الإنتاج الضخم في عام 1988. في عام 1988، بسبب التأخير في تطوير مقاتلة رافال، كلف سلاح الجو الفرنسي شركة داسولت بتطوير نموذج الضربة الأرضية التقليدية للطائرة ميروغ 2000 التي تحمل الاسم الرمزي ميروغ 2000 دي. لذلك تم استبدال ميروغ 2000 برادار أنتلوب 50 يدمج أسلحة جو أرض للقوات الجوية الفرنسية مع أحدث أنظمة الدفاع الإلكترونية وصواريخ الضربة الدقيقة التي تم تطويرها بعد الثمانينيات. قامت ميروغ 2000 بأول رحلة لها في 19 فبراير 1991. بدأ الإنتاج الضخم في عام 1993. إذن ما هي البيانات المحددة لفانتم 2000؟ الطول 14.36 متراً، باع الجناح 9.13 متراً، الارتفاع 5.20 متراً، مساحة الجناح 41 متر مربع هواء 7500 كيلو جراماً، وزن الحمولة 8 رفوف بسعة إجمالية تبلغ 6300 كيلو جراماً لنقاط التثبيت الخارجية، مجهزة بمحرك توربو فان 1 سنيك مي ام 53 شرطة بي 2. السرعة القصوى 2695 كيلو متراً ساعة، يمكن أن يتسلق 285 متراً في الثانية، أعلى ارتفاع 17060 متر، قادرة على الطيران 3335 كيلو متراً في المرة الواحدة. الأسلحة: مدفعان جويان دي اف اي 554 عيار 30 ملم، يحتوي كل منهما على 125 طلقة ذخيرة. 2 كبسولة صاروخية من نوع ماتريد جايل شرطة 1000، يمكن لكل منها حمل ما يصل إلى 18 صاروخاً من طراز 68 ملم وصواريخ طيران. 2 صاروخ جو ماجيك آر 550. 2 صواريخ أم شرطة 3.9 فلين غفش المضادة للسفن. 2 صاروخ جو أرض قصير المدى من طراز ناس شرطة 3.0. 1 صاروخ ISMB وصواريخ ستورم شادو، كما حملت 9 قنابل. إنها قنابل عالمية من سلسلة BL-5، قنابل للأغراض العامة ذات السحب المنخفض من سلسلة AMK-80. إن شرطة 5.2 القنبلة النووية التكتيكية. هذا النوع من المقاتلين من الناحية الفنية، من حيث القوة النارية فهي في الحقيقة ليست ضعيفة، لذلك بشرت فرنسا بطلبات من العديد من البلدان. انضمت الهند والإمارات العربية المتحدة واليونان ومصر وقطر وغيرها إلى الاندفاع لشراء وتتكيف مع الوضع المحلي. تقوم معايير الهند بترقية معظم طراز ميروغ 2000H باستخدام رادار أوردي ويتو وإلكترونيات طيران مطورة ومشهد خوذة، القدرة التي تسمح له باستخدام صواريخ الميكا. استبدلت اليونان الرادار بأوردي ام شرطة 3 وقامت بترقية الحرب الإلكترونية إلى ACMS 1. في الوقت نفسه يدمج صاروخ